بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سيتم الكشف عن نتائج تطعيم الزيتون، شجرة الزيتون بالقلم اللحائي في شهر مارس من العام الماضي، والنتيجة نكشف عليها احنا اليوم 15 فبراير 2021. كما راكم تشوفون، زيروا الغطاء هذا، شريط اللاصق اللي كنا مغطيناه به. عملية الالتحام واضحة كما راكم تشاهدوا. هذا تطعيم الزيتون بالقلم بالقلم اللحائي، تطعيم الزيتون بالقلم اللحائي مارس 2020. ما شاء الله، راه فيها نمو جيد. ها، والطول تاعها، الطول تاعها نص متر، حوالي 50 60 سنتيمتر. راه بالغات في الزيتون العملية ناجحة. سنتيمتر كيف 50 سنتيمتر. هيا، هذا الفيديو اللي عجبو الفيديو شاركوا مع الأصدقاء نتاعو، واللي حب يطعم يطعم بالزيتون بالطريقة هذه ولا بالبرعم ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه